دونك الان غنحاولوا نتعلموا كيفاش نحدوا لا مونوتوني ديال واحد لا سويت. لا مونوتوني يعني هاد لا سويت واش كرواسونت ولا ديك كرواسونت. فيما يقول لك مونطري ان لا سويت كرواسونت او لا مونطري ان ديك كرواسونت، هذا عامل اللي كتسمى لا مونوتوني. اش خصك دير؟ خصك تحسب اي لي ان زائد واحد ناقص الى ان. ما معنى تحسبها؟ تبسطها 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 وماكسيموم حتى تخرجيك واحد الحاجه. هذاك الشيء يخرجيك خصك تدرس الاشاره ديالو. اش غادي يخصك؟ خصك تدرس الاشاره ديالو. الى داك الشيء يخرج موجب يعني لا سويت راه كرواسونت، الى داك الشيء اللي يخرج ثاني بلا سويت ديك كرواسونت. اذا باش كنعرف واش هو كرواسونت ولا ديك كرواسونت، كنستعمل داك الشيء اللي كاين عندي قبل. اش كان عندي قبل؟ ان ال ان اي سكريبتون سيبيرور ان، ملي درنا لا ديمونستراسيون بار اكيرونس. اذا انتبهوا معايا هنا، غنمشي نحسب ال ان بليس ان ناقص ال ان. دونك ال ان بليس ان شنو هي؟ هي هادي 5 على 6 ال ان زائد 1 على 6 ونقص من هنايا ال ان. مزيان. اشنا هي الخطوه اللي جايه؟ هي نوحد المقام، يعني هذا الشيء كامل يكون عنده مقام اللي هو 6. 5 ال ان هي 5 فوا ال ان على 6، حيت عندنا المقام هو 6. 1 على 6 هنا واخا ما كيبان لك والو، راه كاين هنا 1. اذا هنا غنضرب لتحت في 6 وبالتالي غنضرب الفوق في 6 وغتولي 6 ال ان. دونك عندي مقام واحد اللي هو 6 كيتكتب مره واحده، عندي 5 ال ان زائد 1 ناقص 6 ال ان. اذا وحده هي 5 ال ان ناقص 6 ال ان هي ناقص 1 ال ان، معناه ناقص ال ان ناقص 1 طبله فهي ناقص طبله على 6. اذا دابا ولادي انا ملي حسبت ال ان زائد 1 ناقص ال ان خرج لي هذا الغزال هذا. اشنو هي الوظيفه اللي خصني ندير؟ هذا الشيء اللي خرج لي خصني نحدد الاشاره ديالو، نقول ليه واش شريف واش انت موجب والله العار واش انت سالب. باش غادي نعرف اش قلنا؟ قلنا حنا عندنا الى ان سخيتمون سيبيرور ان. دابا العمليه قلنا الى ان سخيتمون سيبيرور ان، تبع معايا حتى هنا اللي مهم. بغينا نصنعو واحد ناقص الى ان، اش غيطرى؟ هاد الى ان غدوز لهنا، اش غتولي؟ واحد ناقص ال ان اش كيبقى لهاد الجهه؟ صفر. هاد الشيء كيعني ان هاد السيد هذا صغر من صفر، يعني انه ماشي موجب ولكن سالب. اذا عندي رد معايا البال، عافاك ما بقى والو، هذا راه سالب ولكن المقام كي داير راه موجب لانه 6 ناقص على موجب فهو سالب. اذا لقينا بالتالي دونك ال ان بليس ان ناقص ال ان راه صغر من صفر، الشيء الذي يعني ان لا سويت ال ان دي كرواسونت. لا سويت ال ان اي دي كرواسونت. اش كيبقى ليا؟ حسام غادي لتحت كنقصد به دي كرواسونت. اي كاين لي كونفيرجونت، هاد كونفيرجونت كتعطى دائما. هو السؤال كادو فيه 0.25، الا كنتي محظوظ ومرضي الوالدين يعطيو فيه 0. على اي حال كاين عندي خاصيتين، الا كانت لا سويت ال ان كرواسونت ماجوري كتكون كونفيرجونت. لي معرفش باش كنعرفها ماجوري وسميتو راه كلشي كاين في الجروب ما سميتو، اولا الا كانت ال ان دي كرواسونت بليس مينوري راه هي ايضا كتكون كونفيرجونت. اذا في المثال ديالنا لا سويت ال ان دي كوا دي كرواسونت، قلنا ال ان دي كوا دي كرواسونت مينوري، خصها تكون مينوري مينوري بار ان. علاش مينوري بار ان؟ لحقاش بينا ان ال ان سخيتمون سيبيرور ان، يعني ان صغر من لو تيرم جينيرال ديال هادي. دونك اي مينوري بار ان دونك كونفيرجونت. دونك كنتمنى انه يكون واضح، نمر الى المثال الموالي. اذا في المثال الثاني كما تشاهدون ياك،
قال لك فيريفي ان الي ان بليس ان بليس الي ان كتساوي هذا الخير هذا اي اون دي دير كو الي ان دي كرواسونت بليس كونفيرجونت دونك عافاكم هما من الاخر بغاو كتبين ان لا سويت دي كرواسونت اذا نورمالمون لو انه ما عطاكش هذا السؤال اش كنتي غادير انت كنتي غتمشي تحسب الي ان بليس ان ياك كنتي غتمشي تحسب الي ان بليس ان ناقص الي ان غتبسط او ماكسيموم غتخرجيك واحد الحاجه هذه الحاجه غتقلب واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف اذا كانت بوزيتيف غتكون لا سويت كرواسونت اذا كانت نيجاتيف غتكون لا سويت ديك كرواسونت هما عاونوك وبينوا لك شنو هي ديك الحاجه اللي غتخرجيك اللي هي هذه هي المساعده اللي عطاك على اي حال حنا اولا غنبينوا اذا الجواب ديال السؤال واحد سي الي ان بليس ان ناقص الي ان فهي تساوي الي ان بليس ان هي الخير هذا ياك واحد على خمسة الي ان زائد جوج على خمسة ناقص الي ان اشنو غادي خصنا نديرو خصنا نوحدو المقام يعني هنا هاد الي ان ها هي واحد على خمسة الي ان ما قستهاش كاع انا جوج على خمسة ما قستهاش هنا راه كاين مقام لي هو واحد واخا ما كيبانش غنضرب لتحت خمسة واحد خمسة تعطيني خمسة ونضرب لفوق خمسة خمسة في الي ان غتعطيني خمسة الي ان اذا عندي هنايا واحد على خمسة ناقص اربعة على خمسة فهي اش واحد على خمسة ناقص خمسة على خمسة فهي ناقص اربعة على خمسة واحد على خمسة ناقص خمسة على خمسة واحد على خمسة ناقص خمسة على خمسة واحد ناقص خمسة فهي ناقص اربعة على خمسة مش كلشي تبان اذا ناقص اربعة على خمسة الى ان زائد اش جوج على خمسة تبعو معايا لان هذه المرحلة مهمة اذا اش غادي ندير غادي نعمل باش غنعمل بربعة على خمسة علاش لان كيبان لي بان داك الشيء اللي طالبين هما هو 4 على 5 عامل الا عملت هنا ب 4 على 5 اش غيشيت لي هنا غيشيت لي هنا ناقص الي ان هنا فاش غتواجه واحد شويه ديال الصعوبه ولكن الواتساب غنكمل به الخدمه هاد 2 على 5 غنعمل ب 4 على 5 واخا ما كايناش وبالتالي ملي ما كايناش كنحطها في المقام اللي ما فهمش يتواصل معايا في الواتساب غنبين ليه كلشي اذا ما نحطنا 4 على 5 ولكن مع الاشاره ماذا مع الاشاره ناقص عملت انا ب 4 على 5 عملت انا ب 4 على 5 هنا خص يكون ناقص الى ان وهنا خص يكون زائد ياك مزيان الان هذه 4 على 5 الجمع تبادلي ماشي مشكل اختزل 5 على 5 تعطيك 2 على 4 اللي هي 1 على 2 ناقص ال ان وبالتالي تجد النتيجه اللي طلبوا لك هنا وبالتالي تجد النتيجه اللي طلبوا لك هنا كنتمنى انه يكون واضح اون ديدوير ان ال ان يديكروا اذا بالنسبه للكونفيرجونس قلنا كاين دائما جوج احتمالات يا اما لا سويت لي عندي كرواسون تخص يكون مع ماجوري يا اما انا دي كرواسون تخص يكون مع مينوري لا سويت لي عندي هنايا اللي دي كروا دي كرواسون دونك كان عندي ان الي ان صغر من اش من واحد على جوج كان عندي الي ان صغر من واحد على جوج يعني هاد لا سويت اللي مينوري باغ ان سيغل اذا اش غنقول إن إلي إن لا سويت إلي إن إلي كومون إي دي كرواسونت مي بليس مينوري باغ أن سير دو دونك كونفير كونفيرجونت إذا عافاكم ما تنساش أن هذا كيهم الفروض والامتحانات الوطنية جميعا يا اما لا سويت لي عندي تكون كرواسونت وغادي نزيد بانها ماجوري وهي في هذه الحاله غتكون كونفيرجونت
يا اما انها تكون ديكرواسونت اومينوري وفي هذه الحاله ايضا غيكون كونفيرجونت. اللي ما فهمش شنو هي كونفيرجونت تواصل معايا في جروب واتساب ونوضحوها ونشرح الفرق ما بين سويت كونفيرجونت وديفيرجونت. تحياتي نمر الى المثال الموالي. اذا في هذا المثال التالي تضم ليكزامان ناسيونال 2015 ياك عطاني إلي زيرو كتساوي 8 إلي إن بليس أن كتساوي ليكسبريسيون قالك فيغيفي أن إلي إن بليس أن ناقص إلين كتعطيني هذا الخير. انتبهوا هذا الخير هذا ملي غنجبدو خصنا نحددو لو سين ديالو واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. لحقاش إذا كان بوزيتيف لا سويت غتكون كخواسون، إذا كان نيجاتيف لا سويت غادي تكون غتكون ديكخوا ديكخواسون. إذا نبدأ على بركة الله، عندي إلي إن بليس أن ناقص إلين إلين بليس أن شكون هو؟ هاد التعبير ديالها واحد على ربعة إلين زائد ثلاثة هادي إلين بليس أن ونقصو منها إلين. إذا الخطوة الموالية خص كلشي يولي عندو مقام اللي هو ربعة. إذا غتكون عندي واحد على ربعة إلين هذا طرف المقام ديالو هو ربعة، ثلاثة كاينة هنا واحد، إذا غنضرب لتحت في ربعة وغنضربو الفوق في ربعة وغتكون عندي هنا 12، وهنا كاينة واحد واخا ما كتبانش غنضربو لتحت في ربعة وغنضربو الفوق في ربعة وغتولي عندي ربعة إلي إن. إذا واحد إلي إن ناقص ربعة على ربعة إلي إن فواحد على ربعة ناقص ربعة على ربعة هي ناقص ثلاثة على ربعة، واحد ناقص ربعة هي ناقص ثلاثة، إذا عندي ناقص ثلاثة على ربعة إلي إن ياك. وهنايا هاد 12 على 4 نخليها كاع، انا اعتذر نخليها كاع سيدي، انا 3 كيما كانت في الاصل ما عندي بها غرض الاولى. الان اش غندير؟ غنعمل بناقص 3 على 4. الا عملت بناقص 3 على 4 كنفتح الاقواس اش بقى هنا الى ان. شتي هاد 3 اللي بانت ليك هنايا ياك؟ ما كايناش هنا ناقص 3 على 4 غنديرها في المقام. وهاد واحد غندير ليه هنا واحد وغنخدم باللعبه ديال لي 4 ايطاج. وعيد واذكر اشنا هي اللعبه ديال لي 4 ايطاج. اذا كان عندي ا على بي مقسومه سي على دي ما تدخل 10 او بي سي ودي غير اعداد، فبالتالي هي ا على بي هذا على هذا في المقلوب ديال هذا اللي هو دي على ياش على سي. اذا انا عندي في هذا المثال عندي 3 على 1 ياك على ناقص 3 على 4، إذا هي 3 على 1 فواياش 4 على 3 مع الإشارة ناقص، حيد حيد، ف 4 على 1 هي 4 مع الإشارة ناقص يخرج لك ناقص 4، إذا هذا الغزال هذا كله فهو كيعطيني ياش؟ كيعطيني ناقص 4، نتمنى يكون واضح، وعيد وعيد وعيد، عندي 3 على 1 قسم لي يا ولدي الغالي على ناقص 3 على 4، إذا هذا الفوق كنخليه كما هو فهو 3 على 1، ضرب ليا في هذا ناقص 3 في ناقص 3 على 4 خصك تقلبها 4 على 3، هاد 3 مع 3 غيمشيو، غيشيت لك ناقص 4 على 1 اللي هي ناقص 4، كنتمنى أنه يكون واضح. إذا يا ولدي حنا عندي هنايا ناقص 3 على 4 ياك، ناقص 3 على 4 فوا إلي إن ناقص 4، يعني وصلنا لذاك الشيء اللي طلبوا منا، وصلنا لأن إلي إن بليس أن ناقص إلي إن هي هذا. إذا الآن خصنا نوصلوا انها كخواسونت، اذا لاجل ذلك خصني ندرس الاشاره ديال هذا. اش كان عندي قبل؟ كان عندي ان الى ان كبر من 4، تبع معايا الى ان ستريكتومون سيبيرور 4، معنى ذلك ان الى ان موان 4 ستريكتومون سيبيرور 0، دوز تضرب على هنا اوتوماتيكمون بدلت الاشاره ديالها. ثم هاي إلي إن موان 4 غنضرب هاد ناقص 3 على 4 هنا ونضرب ناقص 3 على 4 الضرب عدد سالب يغير اتجاه رمز، هنا بدل اتجاه رمز. ها إلي إن ناقص 4 نديرها داخل الأقواس باش كلها هي تضرب في ناقص 3 على 4،
وهذا الصفر اللي عندي في هذا الجي غيتضرب في ناقص 3 على 4. اذا صفر نضرب في اي عدد فهو صفر، وهنا عندي ناقص 3 على 4 ال ان ناقص 4 انفيريور صفر. هذه شكون هي؟ هي ال ان بلس 1 ناقص ال ان انفيريور صفر. الشيء الذي يعني ان لا سويت ال ان اللي كومو اللي ديكروسون. مزيان. بالنسبه للكونفيرجونت تقول لي عاوتاني لا سويت ال ان ديكروسون مينوري بار 4. علاش مينوري بار 4؟ لان عندي ال ان ستريكتومون، عندي ال ان ستريكتومون سوبيريور ا 4. غنقول لا سويت ال ان، لا سويت ال ان ديكروسونت مينوري بار 4. باش عرفت مينوري بار 4؟ لان عندي ال ان كبر من 4، يعني 4 صغر من لو تيرم جينيرال ديال لا سويت. دونك كونفيرجونت. دونك كنتمنى انه يكون واضح، ونمر الى مثال اخر واخير في الجزء هذا. اذا فهاد المثال الاخير كما تشاهدون على السبوره عطاني الي 0 سي 2 الي ان بلس 1 سي 2 موان ان ان. هادي من ليكزامان ديال 2010 لا سيسيون نورمال. السؤال هو المونطخي ان الي ان بلس 1 ناقص الي ان كتساوي هاد الخير هذا. هاد الخير هذا ملي غادي نلقاوه غير خصنا نحدو لو سيني ديالو. الا كان بوزيتيف لا سويت تكون كرواسونت، الا كان نيجاتيف لا سويت غتكون ديكرواسونت. داكشي علاش مورا مباشره مورا ما قال لك مونتخي هادي قال لك اون ديدوير كو الي ان لي ديكرواسونت، يعني هنا خصنا نبينو ان هذا نيجاتيف. ولكن اول حاجه اول حاجه اول حاجه اول حاجه نبينو بعد هذا. دونك توكلنا على الله. الي ان بليس 1 ناقص ال ان كتساوي دونك ال ان بليس 1 شكون هي؟ هي هاد السيد هذا 2 ناقص 1 على ال ان، وغيتنقص لي هنا ال ان. اشنا هي ليتاب سيفون؟ خصنا نحدو المقام. هنا كاين واحد وهنا كاين واحد. اذا لاجل ذلك انا غندير ال ان هنا وغندير ال ان هنا باش كلشي يولي هادشي عنده مقام اللي هو ال ان. دونك كيفاش انا درت ال ان هنا؟ شديت هاد واحد هادي وضربتها في ال ان. اذا اشنو خصني ندير مازال؟ خصت هاد الفوق يتضرب في ال ان. اذا جوج فوا ال ان غتعطيني جوج ال ان. ولدي بما انني ما غيرتش هذا اذا ما غاديش نغير حتى الفوق ديالو. ثم هنا واحد غنضربو حتى هو في ال ان اوتوماتيكمون. ماذا تقول القاعده؟ يجب ان اضرب ايضا البسط ال ان. واحد في ال ان فيعطيني ال ان، و ال ان في ال ان تكتب اي اس 2 ل ان. كيما اكس في اكس فهي اكس اس 2، ف ال ان فوا ال ان هي اي اس 2 ديال ان. كنتمنى انه هذا الشيء يكون غايه في البساطه والبطاطا. اذا غنلاحظوا ان عندي مقام واحد اللي هو ال ان، كندير سطر واحد كبير وكتكتب مره واحده. اذا عندي جوج ال ان ناقص واحد ناقص اي ل ان اس 2. غنعمل بناقص. ما معنى نعمل ناقص؟ غندير ناقص قبل من الاقواس. اش كتقول القاعده ديال الكوليج؟ كتسمعيني؟ كتسمعني؟ ها انت معايا مزيان، خلي داك التليفون انت معايا. التليفون هو فاش كتفرج تسمع ليا ياك. اش غادي نديرو؟ غنعملو بناقص، غنعملو بناقص. ملي عملت بناقص غنبدا من هنا ياك، لان ماشي مشكل. جمع تبادل شنو هي؟ الى ان اس 2 شتي هي كانت ناقص ولات هنا زائد ياك. هاد ناقص واحد اش غيولي؟ زائد واحد. وهاد اثنان الى ان اش غتولي؟ ناقص اثنان الى ان. لتحت فيه المقام واحد اللي هو ال ان. او نقول لك انت معايا هذا الشيء كاين داخل الاقواس كيعبر على ايدونتيتي غوماركابل. غتقول لي علاش السي عبد الرحمن؟ غنقول لك هذا واحد هو اس 2. اذا عندي هذه
كتبت لي ا اس 2 بحيث ا هو الى ان، وعندي هذه كتبت لي ب اس 2 بحيث ب هو 1. هذه اللي في الوسط خصت لي ناقص 2 مضروبه في ا مضروبه في ب. انا الا شديت ديك ناقص 2 وضربتها في ا شكون هو الى ان، وضربتها ب شكون هو ب هو 1، غنلقى ناقص 2 الى ان. بمعنى نلقى اذا انا يا ولدي عندي هنا ناقصه هي الى ان ناقص 1 لكل اس 2 على الى ان. الاشاره ديال هذا واضحه. دابا هذا الشيء اللي فيه اس 2 موجب، لا نقاش فيه، اي حاجه اللي فيها اس 2 فهي موجبه. وعندي الى ان، وعندي الى ان موجبه. غتقول لي باش عرفتي، غنقول لك ملي درنا لا ديمونستراسيون بار ايكيرونس، ملي درنا لا ديمونستراسيون بار ايكيرونس كان عندي الى ان ستريكتومون سوبيريور ان، الشيء اللي يعني ان هذا موجب وهذا موجب، ولكن دخلت عليه ناقص يعني انفيريور زيرو. دونك لا سويت الى ان كي دايره لا سويت الى ان يديك خوا يديك خواصات. اون دي بي خو الى ان دي كونفيرجونت، مساله بسيطه غنقول لها عاوتاني الى ان ديك خواصونت ياك مينوغي باغ ان. علاش مينوغي باغ ان؟ لحقاش الى ان كبر من واحد مينوغي باغ ان، دونك كونفيرجونت، دونك كونفيرجونت. عافاكم لي واحد في شي حاجه لي ما كيفهمش مزيان، اي واحد عنده اي مشكل كيف ما كان، العرض ديال مات فور يوم دير من اجلكم كيف ما كان المستوى ديالك، نعاونك باش تزيدي للامام. تواصل معنا في الواتساب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.